في عيشة راغدة ونعيم زهيد جاء إلى ليبيا وهو لا يدري أن الله سينهي حياته في هذا البلد الطاهر. أيها الجمع الكريم، علي حسن الجابر اسم لن ينساه الشعب الليبي. علي حسن الجابر شهيد الوطن، شهيد الرسالة الإعلامية. فلنرحب جميعا بشقيق الشهيد علي حسن الجابر. نعم، دم الشهداء لن يضيع هبان. فتحية لقطر، وتحية لروح الشهيد علي حسن، وتحية إلى أسرته الكريمة، وتحية إلى كل الذين قدموا العون لهذا الشعب العظيم، الشعب الليبي العظيم. الأخ الدكتور أحمد حسن الجابر يكرم في شخص أخيه الشهيد علي حسن الجابر. فلنحيي جميعا وبقوة الشهيد علي حسن الجابر. تحية لك أيها الشهيد، تحية لك وأنت الطاهرة أرض ليبيا الحرة. شكرا لك حتى وأنت بين يدي الرحمن، وشكرا لأسرتك الكريمة، وشكرا لقطر وأهل قطر الذين ساندوا هذا الشعب الليبي العظيم. نعم، هكذا تقول الجماهير الأهلوية، دمك يا علي عند الليبي غالي. إذن تحية من كل الجماهير الحاضرة هنا في هذا المجمع في بطولة بنغازي الدولية لكرة السلة. الدكتور أحمد حسن الجابر يحيي الجماهير، والنادي الأهلي يكرم الدكتور حسن الجابر في شخص أخيه الشهيد علي حسن الجابر.